ما حكم سب الصحابة وما هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟ سبوا الصحابة تنقصهم وعيبهم والتماس العيوب لهم لغرض التشهي والحقد، لأن ما يسب الصحابة إلا من هو عدو للإسلام والمسلمين، لأن الصحابة هم الذين حملوا الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروه في المشارق والمغارب، وهم الذين حملوا العلم وعلموه للناس. والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يضر الصحابة أن يسبهم الأشرار والموتورون حاقدون على الإسلام والمسلمين. والله جل وعلا قال: قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. وقال لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة إلا الكفار، وأما المؤمنون فإنهم يحبونهم ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإنما يسبهم الأشرار والحاقدون والمبغضون لدين الإسلام